وإلا ما تقولش ولا لا لأن أول نجاعة اللي يعطيها ربي الإنسان هو أنه يرزق أولا الأولاد والذرية، ثم يجعل من هذه الذرية ذرية صالحة. والصلاح الصلاح هو الصلاح للعائلة والصلاح للوطن، صلاح الوطن. لا لا في هذا الجانب ما كاش خوف على الجزائر، الحمد لله، لأن هذه الأرض سقاها دماء الشهداء، ومهما كان شطط من البعض، لكن الغالبية العظمى الجزائريين الحمد لله طينة طيبة.